أهلا بكم. يعد المالكي الذي تولى السلطة لدورتين متتاليتين هو المؤسس الحقيقي للدولة العميقة في العراق بعد الاحتلال الأمريكي له عبر إدخال عناصر حزب الدعوة الحاكم في وزارات ودوائر الدولة. بعدها دخلت على الخط بقية الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة. أصبحت الدولة العميقة في العراق على قوتها الحالية بعد العام 2008، حيث امتلكت قواها الخفية الدعم السياسي والغطاء القانوني، كما أنها ترتبط أي هذه الدولة بأحزاب موالية لأنظمة ودول خارجية أبرزها إيران. الدولة العميقة في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما هي الظروف والعوامل التي عملت على إيجاد الدولة العميقة في العراق بعد العام 2003؟ وما هي ملامح ومظاهر الدولة العميقة في العراق الجديد؟ ومن أين تستمد هذه الدولة الشبحية عوامل قوتها وسطوتها الحالية؟ وما علاقة الدولة العميقة في العراق بالميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة وعصابات الجريمة المنظمة؟ وهل لهذه الدولة العميقة واجهات سياسية؟ أم هي تملك أذرعا عسكرية مسلحة فقط؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، لقاء مكي. بعد الغزو الأمريكي عام 2003 تم تقويض الدولة العراقية والإجهاز على مرتكزاتها الرئيسية، خاصة مؤسساتها العسكرية والأمنية، وخلق نظام سياسي وأمني هجين من أشخاص وقوى سياسية ومذيات فساد ما تزال تستحوذ على مفاصل الدولة العراقية ومقدراتها. ومع تسلم حزب الدعوة السلطة من خلال إبراهيم الجعفري ثم المالكي في العام 2005، يمكن القول إن مفهوم الدولة العميقة في العراق قد ظهر بصورة أوضح من خلال توزيع موظفي الحزب في وزارات ودوائر الدولة. بعدها جاءت ميليشيا بدر التي سيطرت على وزارة مهمة، لا سيما وزارة الداخلية، ثم بقية الميليشيات وفرق الموت الخاصة. وبحسب باحثين سياسيين عراقيين، فإن الدولة العميقة في العراق أصبحت على قوتها الحالية بعد عام 2008 من خلال إدارات تعمل تحت الطاولة تدير الدولة وغير ظاهرة للعيان. ويؤكد المختصون أن 75% من أمور الدولة تديرها الدولة العميقة بواسطة شخصيات وعصابات وضعتها الأحزاب داخل المؤسسات الرسمية، وهي تمتلك الدعم السياسي والغطاء القانوني كونها تعتمد على موظفين حكوميين حقيقيين. الدولة العميقة في العراق الجديد ترتبط بأحزاب موالية لإيران وقوى أمنية متمثلة في ضباط موالين لأحزابهم، بالإضافة إلى ميليشيات الحشد التي أصبحت لها اليد الطولى عسكريا وأمنيا، بل هي الدولة الحقيقية في عراق ما بعد الغزو الأمريكي. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في حقيقة ومفهوم الدولة العميقة في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، ومن الدوحة عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي الدكتور لقاء مكي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور، نتحدث عن الدولة العميقة، مفهوم برز ونشأ بعد العام 2003، ارتبط بتنظيمات بميليشيات وفرق موت. ما هي الظروف التي ساهمت على نشأته وبروز هذا المفهوم أو هذه الدولة العميقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، بداية أنا يعني لا أتفق مع يعني من يقول أن هناك دولة عميقة في العراق. كانت لدي هذا المفهوم، طرح، نعم طرح في العراق، لكن كان يراد منه، طرح من عام 2003 لحد الآن، اللي طرحوه كل قوى وأحزاب السلطة في العراق، طرحوه أن هناك دولة عميقة كانت في العراق تعيقنا عن الإنجاز والبناء وتقديم الخدمات والأمن وكل شيء. يعزون أنه فشلهم سبب به أن هناك دولة عميقة، وهذه أيضا كذبة كبرى. هذا ليس دفاعا عن النظام ولا عن حقبة أبدا، بالشكل التالي: على اعتبار أن الدولة العميقة وفق هذا الاتهام مرتبطة بالنظام السابق، هكذا يريدون أن يفسروا الأمور، وهذا كان يتحدثون بهذا الشكل. كل بياناتهم كانت تقول في كل التفجيرات كل النظام السابق وإرهابيين وصدام، وهذا كان كنا نسمعه.
نسمع. القضية كانوا يسمعون ما حدث في مصر، يعني ربما صار حديث عن الدولة العميقة، وهناك دولة عميقة، نعم دولة العميقة من سياقات عمل ثابتة، من أجهزة، من مؤسسات. نحن في العراق القضية تختلف تماما. إذا شبهنا الوضع بسفينة، العراق سفينة، افترض هكذا، الظاهر منها السطح الظاهر هذا الذي نراه كنا، نعم. هذا هو الدولة الظاهرة، نعم. وهناك الجزء الغاطس، جزء اللي تحت الماء، هذا الذي لا نراه. هذا الجزء كان يسمى الدولة العميقة، هو الذي يرفع هذا الجزء إلى أعلى ويخدمه، يعني نسخ صاعد ونسخ نازل، ويخدمه ويقدم له كل المعونات، ويقدم له الحماية الكاملة، وهذه مؤسسات وبناء تراكمي بهذا الشكل. وهو هذا المقصود بغض النظر عن التوصيف، دولة، نعم. ميليشيات عميقة أو دولة، نعم. دولة عميقة، نعم. أتفق مع هذا، نعم. لكن في العراق لم يحصل هذا. هذه السفينة جفف البحر الذي تسير فيه، عندما جاء أبو البريمر ألغى كل المؤسسات، فلم تبقى هناك دولة مؤسسات مثل ما حصل في مصر، تظاهرات وخرجت وأزاحت نظام، لكن المؤسسات كلها بقيت، ما حصل في تونس، ما حصل في دول كثيرة، تبقى المؤسسات على ما هي. فأنت تستطيع أن تتحدث عن سياقات ودولة ومؤسسات ورجال وفكر باقي، لكن في العراق لم يحدث هذا، كله نسف وقوض، كله نسف، فأنت جففت البحر الذي تسير فيه السفينة. إذا لم تبقى هناك دولة عميقة لنتحدث عنها. فيما يخص العراق لدينا، أعتقد وهكذا يعني هذه قناعتي، من عام 2003 لحد الآن لدينا حكومة، دولة واحدة، إذا يعني إذا ما افترضنا أنها دولة، شكل واحد، لكن واحد منهم حقيقي بوجهه الحقيقي يظهر وهو اللي على السطح، نعم. والوجه الثاني بقناع، هذا اللي بقناع حتى أوحى من البداية، كانوا يلبسون حتى أجهزتهم الأمنية كانت ترتدي الأقنعة، لا تعرف من يعتقلك، لا تعرف من يعتدي عليك، من يضربك رصاص، من كل هذا. القضية جزء من فكرهم أن هناك يريدون أن يعملوا شيئا في الخفاء، فكل ما هو وسخ وقذر ويمكن أن يفعل تحت الطاولة يترك لهؤلاء. أما الوجه الذي يقدمونه للجمهور، الذي يتحدث عن الديمقراطية والعراق المزدهر والعراق الجديد والبناء وهذه الكذبة الكبيرة، وهؤلاء ليسوا سوى دمى، القرار ليس بأيديهم، القرار بيد هؤلاء المقنعين الذين يلبسون القناع. وهؤلاء الذين يلبسون القناع عندنا في العراق، هذه لا نستطيع أن نسميها دولة عميقة، لأنه ما بيها جذور، بيها ميليشيات وعصابات ومافيات وسماسرة. هؤلاء يرتبطون بالخارج، لديهم ارتباطات بالخارج، هناك مصالح مشتركة، وهذه الطبقة كلها بينها مصالح مشتركة، بينها يعني فوائد مالية، بينها اتفاقات سياسية، بينها اتفاقات أمنية، كلها تحمي بعضها. وجزء من العملية هذه السياسية التي ظهر على السطح هم جزء أساسي منها، وهم المحرك لها. هؤلاء كلهم تحت السطح. هذا الذي يعني حضرتك أشرت إليه، أنه المالكي أراد أن يؤسس هذا، لكن هل هذا يسمى الدولة العميقة؟ لا أعتقد يسمى الدولة العميقة، لأنه ما بيها ضوابط، ما بيها أسس، ما بيها بناء، ما بيها سياقات للعمل الثابت. هناك ميليشيات، هناك عصابات، مافيات، هناك مصالح، هناك استيلاء على كل هذا، يؤدي إلى أن يدفعوا إلى الواجهة وجوه مكشوفة يدفعون بها ويحمونها، يقدمون لها الحماية. لذلك عندما، دعني أقول مثالا بسيطا ربما واقعي وقريب كلنا شاهدنا، عندما حصلت التظاهرات، في كل التظاهرات اللي حصلت في العراق، لكن نذهب إلى تظاهرة البصرة، نعم. لأنه أقربهم، من تصدى للتظاهرات هم هؤلاء الذين بالأقنعة، هذه الدولة اللي بالسطح السفينة، هذا ظل كما هو، يدافع عن الديمقراطية والحرية والدستور، والتزموا بالدستور، ودافعوا عن ما أعرف منه، لكن من تصدى لهؤلاء الآلة الباطشة، هذه الآلة الباطشة هي هذه المقنعة، نعم. هذه اللي لها مصالح ميليشيات وقوى ومرتبطة بعناصر وبأجندات خارجية، جيد. وهذه نقطة، فهذه التي هي، فلذلك ليس في العراق دولة عميقة بالمفهوم الذي الجاري اللي مثلا في تركيا يسموه الدولة الموازية، نعم. في مصر يسموه الدولة العميقة، غير موجودة، نعم. دكتور عبد الحميد، يعني أوصلنا الدكتور رافع إلى قضية أنه
هذه أدوات باطشة بيد الدولة الظاهرة أو الكلاسيكية أو التقليدية. هل الدولة العميقة هذه مجرد أذرع عسكرية باطشة فقط، أم أن لها واجهات سياسية، أم أن الدولة الظاهرة هي واجهتها السياسية بالحقيقة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. انطلاقا مما ذكره الدكتور وهو تحرير المصطلح، وهو أمر يعني مهم جدا هنا، نعم. نتناول الوجه الثاني من هذا المصطلح، نعم. المعنى الثاني وهو الأجهزة المتنفذة. هذه الأجهزة المتنفذة لها كما ذكر الدكتور الآن الجسم الظاهر اللي هو فوق، أو كما يقال القمة جبل الجليد. هذه بكل أشكالها سياسية وعسكرية هي كلها أدوات. المتنفذة هي حقيقة الأمر هو أصحاب المشروع، الملاك الأصليين لهذا المشروع، وأعني به مشروع العملية السياسية الذي جاء توافقا بين الاحتلال الأمريكي وبالتخادم مع المشروع الإيراني. هؤلاء المالك أو الحصري والرئيسي، وهو الأجهزة أو هو المتنفذ في جميع هذه الأدوات، سواء كانت هذه الأدوات واجهات سياسية التي هي الأحزاب وغيرها، أو كانوا ميليشيات معلنة وغير معلنة، الذي سماهم الدكتور قبل قليل المقنعين وغير المقنعين. هؤلاء كلهم حقيقة الأمر هم مجرد أدوات بيد المالك الأكبر، لكن هذه الأدوات هي على مستويات، كل واحد أو كل مستوى من هذه المستويات يمارس ربما دور أعلى من المستوى الآخر ويسير المستوى الذي هو أدنى منه. لنتحدث مثلا على سبيل المثال، هنا نتحدث عن جانبين، واجهات سياسية والأذرع العسكرية. إذا تحدثنا عن العسكرية كمثال الميليشيات هنا، حتى الميليشيات حينما نتكلم عن الميليشيات، الميليشيات في حقيقتها أيضا ثلاث مستويات ربما نقول، نعم. جنود مجرد يعني يأتون لممارسة أو الانخراط في هذا الأمر لقضية الرواتب والمعيشة في ظل بطالة وفقر شديد وحرب شديد اقتصادية على الشعب العراقي. وقسم آخر من هؤلاء الجنود لا، عقائديين يقاتلون بناء عن عقيدة وتثقيف وإلى غيره. وهنالك أمراء الحرب. المفارقة أنه قبل يومين أيضا سولاغ دعا أيضا إلى تشكيل أو إحياء الجيش العقائدي المليوني في العراق على ذكر التنظيمات العقائدية. هذه لأنه ستستمر هذه آلة التفريغ فيها، لأنهم لا يعيشون ولا يستطيعون الانسلاخ عنها، فلأن كل واحد من هؤلاء يخدم الآخر. هؤلاء جميعا يكون هنالك تعاون وتخادم بينهم وبين الواجهات السياسية، وهذه الواجهات السياسية أيضا لو نراها فهي أيضا على مراتب متعددة. قسم كبير منهم أو الأصحاب اللي يعني نستطيع أن نقول النواة الأكبر، وربما هم المخفيين أو هم المحركين لغيرهم، أنا أقول أن هؤلاء هم الذين شاركوا في الأساس في مؤتمر لندن قبل احتلال العراق، نعم. الذين وافقوا ووقعوا على القرار الأول وعلى الفكرة الأساسية لاحتلال العراق وعلى تقاسم هذه المناصب التي يعبر عنها أحدهم بالأمس، يقول حصتنا حينما نعم. تقاسموا هذه الحصص. هؤلاء هم الذين نستطيع أن نقول الجسم أو الصلب لهذه الحكومة الأجهزة المتنفذة في هذا الذي يجري الآن في العراق. نعم دكتور، لقاء مكي في الدوحة، أنا أعرف أنت عندك رأي أيضا آخر ربما قريب من رأي أو تحليل دكتور رافع في قضية الدولة العميقة، وجودها أو فاعليتها أو تأثيرها، لكن الثابت أن هناك في العراق وجهين للدولة، لنقل وجهين لهذه الدولة، الدولة الكلاسيكية التقليدية المعروفة الرسمية، ودولة عميقة إذا صح توصيفها أنها الدولة العقائدية، وأذرعها هي الميليشيات وفرق الموت التي ترتبط يعني صراحة لا تخجل ولا يعني ولا تتستر من أنها مرتبطة بالولي الفقيه، تتلقى الأوامر من الولي الفقيه. هذه الدولة العميقة هي الدولة العقائدية، وأيضا هي هناك من يؤكد أنها في حالة تصادم حتى مع الدولة الظاهرية بمفهومها الكلاسيكي أو التقليدي. الصورة هكذا؟ دكتور لقاء؟ ألو؟ نعم دكتور أسمعك، تفضل. نعم مرحبا بكم بالأخوة الكرام في الاستوديو وبالجمهور
القناة. أهلا وسهلا. الحقيقة أنا أعتقد أنه إحنا حديثنا عن الدولة سواء عن الدولة التقليدية أو العميقة في العراق ربما يكون يعني أحيانا خارج إطار المصطلح كما هو معروف أو خارج سياق المصطلح. الدولة التي دمرت في عام 2003 في العراق بفعل فاعل وبشكل متعمد ومبرمج وباعتراف أمريكي واضح لم يجري بنائها أصلا على نسق الدولة كما هو معروف كي نقول أن هناك دولة وهناك دولة عميقة. ما زالت يعني حقيقة عملية بناء الدولة ذاتها في العراق ليست عملية مؤكدة، ما زالت مفهوم الدولة غير قائم، وما زال النظام السياسي أو العملية السياسية التي تحكم العراق منذ عام 2003 حتى الآن هي تحاول أن تدعي بناء دولة، لكن في الحقيقة حتى الآن لم يجري بناء دولة، وما زالت هناك ما زال هناك تخبط شديد في سواء تسيير العراق أو في عملية بناء نظام سياسي جديد يمكن أن يقال له دولة. وبالتالي أعتقد أن ما تحدثوا عنه الأخوة الكرام من أن هناك جزء ظاهر وجزء غير ظاهر من جبل الجليد هو صحيح نسبيا، ولكن أنا أعتقد أنه ما جرى بناء حتى الآن لم يصل إلى العمق الكافي للقول أن هناك جبل تحت الماء لا يظهر، لأنه الأمر أنه العراق في الحقيقة لم يجري بناء لا دولة ولا دولة عميقة. هناك مافيات تحكم البلد ومتفقة هذه المافيات على تقاسم الكعكة، وبالتالي لم تتمكن من بناء دولة سواء على المستوى القانوني أو المستوى السياسي وحتى على المستوى الاجتماعي. وأعتقد أن الذي حمل العراق في حدود الجغرافية حتى الآن هو التوازنات الإقليمية والدولية التي منعت التقسيم. يعني لم تكن الدولة العراقية القوية، الدولة الواضحة والثابتة هي التي مثلا حمت حدود العراق وحمت سيادة. السيادة مفقودة، وهذه مسألة مهمة جدا، فقدان السيادة بالمطلق وتأثير العنصر الخارجي على العراق بكل كيلوناته وبكل عملية السياسية عنصر حاسم مثلا لفهم كيف أن الغياب السيادة يعني ينتقص أصلا من مفهوم وجود دولة، وغياب الاستقلال الاقتصادي ينتقص أيضا من مفهوم الدولة. على هذا الأساس لا يمكن القول أصلا بوجود دولة كي يمكن القول بوجود دولة عميقة. الحقيقة أننا إذا تخبط سياسي، تقاسم أرباح بين المنتصرين السياسيين لدعم قوة خارجية سواء أمريكية أو إيرانية، وهذا الدعم هو الذي وفر لهم البقاء. وعلينا أن نكون دقيقين بهذا المصطلح، أنا أتحدث هنا عن فترة طويلة، يعني بالعام 2005 2006 2007 مثلا كانت هناك المقاومة العراقية التي كان يمكن أن تطيح بالنظام السياسي لولا الدعم الأمريكي. وفي السنوات اللاحقة أيضا كان هناك ترهل شديد، ما كان يمكن النظام السياسي هذا أن يستمر بوجود عدم وجود دعم أمريكي وإيراني، وحتى على الصعيد الديمقراطي بين هلالين، أقصد العملية الانتخابية، حتى على هذا الصعيد لو جرت العملية الديمقراطية بشكل سليم وبتوازن صحيح ونزيه ما بقي من هؤلاء أحد. يعني معظمهم على الأقل كان سيزول، وكان الشعب ربما سيختار أفراد آخرين. الدولة الحالية بين هلالين أيضا أو النظام السياسي الحالي يعتبرهم غير مؤهلين لخوض الانتخابات لأسباب كثيرة، يعني يرفضهم أصلا. بالتالي أعتقد أن وجود دولة هو بالأساس عنصر يدعو للتساؤل والشك. دكتور إذا اسمح لي، لو تجاوزنا قضية التوصيف الدولة العميقة إلى دولة الميليشيات وفرق الموت، هل تعتقد أن هناك دولة
هي القوية، هي النافذة، هي المتنفذة، هي التي لها اليد الطولة، دولة الميليشيات مع دولة أخرى ظاهرة حتى أيضا تجاوزا أيضا لقضية الدولة الموجودة الآن في العراق على هشاشتها على تشويهها. هذه الدولة، الدولة الظاهرة المشوهة مع دولة الميليشيات، تعتقد أنها في حالة انسجام أو ربما في تصادم، أو إذا ما تعرضت مصالح دولة الميليشيات إلى خطر ما، هنا العلاقة ربما تتحول إلى علاقة تصادمية وليس علاقة تناغمية أو تنسيقية أو تعاون. أستاذ ماجد، أنا أقول لك شيء. نعم. إيران حينما تدخلت في الشأن العراقي وتمكنت من السيطرة عليه، كان لديها استراتيجية واضحة في الحفاظ على حدود العراق، ولكن بدولة ضعيفة. يجب أن يظل العراق ضعيفا كي تستمر إيران في مشروعها. هذا يعني جزء مهم من الاستراتيجية الإيرانية، لكن بحدود ثابتة حتى ما تتأثر إيران نفسها بالتقسيم، يعني ليس حبا بالعراق وإنما خوفا من امتداد زلزال التقسيم إلى إيران نفسها، وهذا تشترك فيه كل الدول المحيطة بالعراق بالمناسبة. القصة أن هذه الدولة الميليشيات بالنسبة لها قد يكون مثلا الحشد الشعبي أو حتى ما قبل الحشد الشعبي عناصر ربما ولدت متأخرة، يعني الميليشيات ربما بدأت مع بدر لكن هناك ميليشيات ظهرت لاحقا. نعم. الميليشيات عنصر لحماية النظام السياسي الجديد الذي يحاولون بناءه بطريقة معينة. هذه الميليشيات هي بالحقيقة ليست هي التي تسير الدولة تحديدا، الذي يسير الدولة عنصر خارجي. نعم. مؤثر عليه بالقرار. أنا لا أتحدث هنا عن بعض القرارات السيادية الكبيرة، أنا أتحدث عن التفاصيل. نعم. نتحدث عن استيراد الطماطم مثلا. نعم. حينما يكون هناك منتوج الطماطم في العراق كبير يسد الحاجة، يجب تخريب الزراعة في سبيل استيرادها من الخارج، بمعنى أن هذا الإرادة السياسية الخارجية تتدخل في التفاصيل اليومية للحياة السياسية في العراق، من يحكم، من يتولى الوزارة الفلانية، من يتولى المدير العام الفلاني، هذه تفاصيل. مع ذلك معنى أن ليس هناك دولة. القصة أن الميليشيات تحمي وتحرس هذا القرار الخارجي، ولذلك كانت إيران حريصة جدا. نعم. على بقاء الحشد الشعبي وتنميته وتضخيمه من أجل حماية مكاسبها في العراق ونفوذها في العراق. نعم. الميليشيات اليوم هي ليست الدولة العميقة. بالمناسبة الدولة العميقة بمفاهيمها المعروفة ليست فقط الموظفين في الدولة، يعني أقصد الجهاز البيروقراطي للدولة، ليس. نعم. الوزراء، حدث عن الموظفين. الدولة العميقة تشمل الرأسماليين، رجال الأعمال مثلا. رجال الأعمال مهمين جدا لتغذية الدولة بالأموال، هؤلاء يشكلون جزء من الدولة العميقة. نعم. طبقة العسكريتارية ليس بالضرورة الجيش، الجنود اللي في الجيش، ولكن العسكريين المتقاعدين نفسهم المؤثرين لديهم علاقات الأجهزة الأمنية. أتحدث هنا عن مجموعة من العناصر. نعم. تشكل الدولة العميقة اللي بقت مثلا في مصر بعد رحيل مبارك. واضح. أشكرك دكتور لقاء. إذن المشاهد الكرام، توقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في موضوع حلقة الليلة على الدولة العميقة أو دولة الميليشيات في العراق بعد العام 2003. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في الدولة العميقة أو دولة الميليشيات في العراق. ضيف طاولة
الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني والدكتور لقاء مكي من الدوحة. دكتور، هل تعتقد أن الدولة العميقة أو دولة الميليشيات، حتى نتجاوز هذا المصطلح ربما، وأذرعها العسكرية تمكنت من عملية الاختلاط في جسد الدولة العراقية بعد عام 2003 وغرزت حتى أنيابها، وبالتالي لا فكاك، الدولة العميقة الآن متمكنة أو دولة الميليشيات، وما يجري الآن من فوضى على كل الصعد سياسيا واقتصاديا وأمنيا هو نتيجة هذا التداخل أو هذا التغلغل لدولة الميليشيات وهيمنتها وتغولها حتى على الأشكال التقليدية للدولة من مؤسسات عسكرية وأمنية؟ الكلام تقوله صحيح جدا. نعم، لكن دعني أقول، نحن نتحدث الآن يعني في هذا الطاولة اليوم يعني هكذا أراه، وفي فلسفة البناء، نحن نتحدث في فلسفة بناء الدولة بغض النظر هي دولة مو دولة. نعم. لكن لنفترض أنها مثل ما تحدث يعني في إطار معين، هذا الإطار جزء من عنده ظاهر يجب أن يكون ظاهر، وجزء بسيط هو الظاهر، وثلاثة أرباع هذا الإطار هو الغاطس مثل السفينة يعني تحدثنا عنها، جزء من عندها ظاهر وهو الجزء البسيط، والغاطس منها هو العميق. في هذا الغاطس أنا والغاطس هو يبدو دكتور المؤثر وصاحب السطوة، هو هذا. نعم، هو هذا. هؤلاء الذين على السطح نجدهم ما يسمونهم برلمانيين، يعني في معاركهم هذه اللي نشاهدها، في مماحكاتهم، في كلامهم هذا الذي ليس بلا معنى أساسا ولا يوصل إلى شيء. هذا الوزراء الموجودين تقنقراط غير تقنقراط، ما أعرف منه يديرهم، هذه كلها على السطح. لكن الغاطس، في الغاطس ستجد القوى المؤثرة، هنا أمريكي وإيراني موجود بالغاطس. إذا ما كنا نتحدث عن العمق، هو هذا الغاطس، هذا لا يشكل دولة عميقة، لكن نتحدث عن فلسفة البناء هكذا. هذا البناء حتى لو كان بناء سلبيا فهو بناء، هناك بناء إيجابي وهناك بناء سلبي. هذا البناء السلبي هو ما ردته أمريكا من عام 2003 لحد الآن، وما تؤيده إيران وتتخادم به مع أمريكا. نعم. ففي هذا الجزء الغاطس هناك أمريكا، هناك إيران، هناك قوى، ميليشيات، مافيات، تجار، ما أعرف منو، اقتصاديين، ماليين، هذه أذرع كثيرة، أذرع عسكرية وأذرع ميليشياوية وأذرع اقتصادية وأذرع قضائية، كل هذه الأذرع موجودة، وأذرع دينية. هذه الأذرع الدينية تجد الفتاوى وتقدم المشروعية لما يتحدث به السطح، وتقدم الخدمات لحماية هذا السطح. هذا الجزء الغاطس عندما يعمل لبقاء هذا الجزء الظاهر، على هناك مهمات على هذا الجزء الظاهر. نعم. أن يقدمها للجزء الغاطس، لكل مكونات الجزء الغاطس، وأولها أن يوفر له الحماية القانونية، قانون ودستور لا يشملهم، ما يفعلونه من قتل، من سرقة، من فساد، من خراب، من أي شيء، هذا القانون ليس له أي اعتبار بالنسبة لهم، ويستطيعون أن يمروا من أبوابه بالطريقة التي تعجبهم. نعم. أما القانون اللي يتحدثون عنه فهو المواطنين الذين يتحركون في هذا السطح، وهذه القوى التي على السطح اللي هي ممسكة برقابهم وتحرك عليهم وتعتقلهم وتقتلهم وما أعرف وين توديهم، بس هؤلاء هم الجهة المنفذة. هذه الجهة المنفذة أو هذا يسبحون في بحر أمريكي وإيراني أولاً وأساساً، وهذا البحر هو اللي يعطيهم التوجيهات، يعطيهم التوجه، البوصلة يحددها، الأهداف يحددها هؤلاء، وهم يعطون للسطح هذه التوجيهات. فبالتالي هذه العملية، فلسفة البناء لهذا النموذج الخرب، لهذا النموذج المشوه بهذه الطريقة، وهكذا صممته أمريكا. فلذلك نعم، نحن لدينا قوى أنا أسميها مقنعة، مو شرط يلبسون القناع، لكن هم ليسوا يعني لا تستطيع أن تعرفهم ربما، لكن هم الحاكمين. أنت تذهب إلى دائرة من الدوائر، لديك معاملة بسيطة تقدمها، تذهب إلى المدير العام لا يحل القضية، وهي قضية بسيطة، لكن هناك من يشير عليك أن هناك يعني واحد قاعد برا، هذا يعني هذا هو صاحب السلطة الفنية، أي يعني تجده جالسا في الشمس. نعم. وهذا هو هذا صاحب السلطة. نعم. تذهب إليه فإذا به،
وهكذا. يعني الآن وصلنا إلى حالة من الحالات أنه العشائر تعين وزراء، تعين مسؤولين، تعين مدراء عامين، تعين مع الميليشيات، تعين وهكذا. أنت تذهب تريد أن تعين. هذا يقودنا إلى نقطة دكتور، أنه هذا التغول، هذه الدولة دولة الميليشيات، المافيات، العصابات، الجريمة المنظمة، ثمت مخاطر لها على الدولة بهذا الشكل، بهذا التغول. دكتور عبد الحميد العاني، يعني هذه الدولة العميقة، دولة الميليشيات الباطشة، ثمت إجماع على أنه هي الدولة التي تسير الدولة وبيدها أدوات القوة، تنظيمات عسكرية مرتبطة أيضا بقوة إقليمية إيران. ما هي المخاطر لهذا التغول على الـ على الـ على الـ على العراق، يعني كمجتمع، هوية، كينونة، وجود، إذا ما سارت الأمور أو مضت الأمور بالاتجاه الحالي؟ طبعا لا بس أن نذكر هنا أنه منذ مدة طويلة، منذ الأيام الأولى ربما للاحتلال وبدء ما يسمى بهذه العملية السياسية والادعاء أن هنالك ديمقراطية وانتخابات وغير ذلك من الأمور التي خدعوا بها الشعب العراقي، كنا في هيئة علماء المسلمين قد شخصنا هذا الداء ومثل هذه الآثار التي ستظهر لاحقا والفعل التي ظهرت، وعلى رأسها قضية الميليشيات والعصابات المنظمة والمافيات. نعم. وتأثيرها على العراقي شعبا وكبلد، وتأثيرها على العملية السياسية كذلك. وهذا ما حصل ولا سيما في السنوات الأخيرة حينما تغولت هذه الميليشيات وأصبحت، يعني كانت في البداية ربما أشار الدكتور لقاء قبل قليل أنها كانت يعني ربما راية رايتين على رأسها بدر، لكنه بعد ذلك الآن أصبحت رايات متعددة حينما ظهر ما يسمى بالحشد وإلى غير ذلك. آثار هذه الميليشيات المتحكمة المتنفذة، أولا هي علاقتها بالأجهزة السياسية أو بالأذرع السياسية هي علاقة تبادلية نفعية مصلحية بالدرجة الأولى، فهؤلاء يحمي هؤلاء ويدافع عنهم، وهؤلاء أيضا يعطوا له الغطاء السياسي والقانوني حتى حماية لهم، لهذه الميليشيات، للمافيات من المحاسبة. لذلك لا نجد أي جريمة قد نفذت في أرض العراق اليوم قد حوسب هؤلاء المجرمون عليها. لذلك هذه الآثار الآن نراها اليوم وسنراها لاحقا سياسيا. هنالك اليوم فوضى، لا يوجد شيء. الآن كم مر على ما يسمى هذه الانتخابات الأخيرة والمدة الدستورية لتشكيل الحكومة وغيرها، إلى الآن لم تكتمل الكابينة الوزارية كما تسمى. لماذا؟ هم أنفسهم يعني باعتراف هؤلاء المشاركين، باعتراف هؤلاء السياسيين، يقولون بسبب سطوة الميليشيات وتنفذ بعض الأجهزة وبعض الأطراف الخارجية. بالتأكيد كما ذكر الدكتور لقاء أيضا قبل قليل، إيران كما قلت أنا بالبداية أنها هي المسيطرة الأول والأخير. هذا جزء من الفوضى، والجزء الآخر الفوضى الأمنية والتي يعاني منها الشعب العراقي اليوم. نعم. بانتشار الجريمة، وهؤلاء يريد أن يتربح أيضا على حساب الشعب العراقي، كما أن هنالك كما رأينا وذكرتم قبل قليل أيضا في تظاهرات البصرة حينما عبر المواطن العراقي عن صوته ومطالبته بأدنى حقوقه التي هي مسلوبة، اللي هي الحقوق الخدمية، من الذي تصدى له؟ تصدت له هذه الميليشيات. السبب لماذا؟ لأن هؤلاء جميعا يخشون على مصالحهم من الذهاب فيما له ذهب هذا الغطاء. نعم. أو ذهبت هذه الأذرع، لأن كما قلت هي العلاقة علاقة تخادمية نفعية فيما بين الطرفين، سياسية وعسكرية. نعم. دكتور لقاء مكي، هناك أطراف حتى بالعملية السياسية بدأت تتنبه لخطورة الدولة العميقة، مثل مقتضى الصدر دعا الحكومة إلى إنهاء ظاهرة الدولة العميقة، وقبل أيضا بيان لتحالف سائرون. العباد تحدث أكثر من مرة، وأيضا غير العباد تحدث عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والعباد تحدث أيضا عن 100 ميليشيا خارج إطار الدولة. هناك هواجس، هناك أيضا مخاوف من تغول هذه الدولة العميقة أو دولة الميليشيات على اختلاف التوصيفين. هل تستطيع الحكومة المتوجسة من الدولة، حكومة عادل عبد المهدي أو أي حكومة أخرى المتوجسة من هذه الظاهرة، أن تكبحها، أن تحجمها، أن تلغيها بسحب السلاح، خاصة الدولة العميقة دولة الميليشيات قوتها تكمن في هذا السلاح الذي بين أيديها، تستطيع أن تسحبه وبالتالي يعني تنهي ظاهرة الدولة العميقة؟
إذا تحدثنا عن الميليشيات يعني ما زلت موضوع الدولة العميقة لا أستطيع استثارته، لكن مع ذلك إذا تحدثنا عن الميليشيات فأعتقد أن يعني عادل عبد المهدي مثلا حينما استلم الوزارة يعني أول شيء سواء أنه أكد استمرار الميليشيات وتأكيد ليس فقط بقائه وإنما توسيعها وزيادة مرتباته، وأنه سيبحث لها عن تمويل ميزانية من أي مصدر كان، وضرورة الحفاظ على الحشد على أنه هو من حمى العراق أيضا، هذا في خطاب له. طبعا نعم. فأعتقد أن هذا الموضوع لا يمكن يعني لأي طرف الحكومة الحالية أن تجادل فيه لسبب بسيط. أولا هذه الميليشيات أصبحت قوة حقيقية، وفي بعض المواقف هي حتى أقوى من الجيش. والأمر الثاني أنها مدعومة بتأثير إيراني يعني مباشر وقوي جدا، وبالتالي أي تحرش بهذه الميليشيات حتى إن لم ترد هذه الميليشيات بشكل مباشر لخوفا أو تحاشي تداعيات معينة فسيكون هناك رد باتجاه مختلف تنسف به الحكومة والدولة بكاملها. رد ممن؟ خلال ترهابية ممكن تضع الدولة أو تضع النظام السياسي أو الحكومة في موقف صعب. لذلك عبد المهدي وغيره من السياسيين يعرفون أن هذه الأشياء ما تتمثل، لا أستطيع أن أقول دولة عميقة، ولكن سأقول أنها تمثل مركز قوة، مركز قوة يوازي هيبة الدولة نفسها أو الحكومة نفسها. وعلى هذا الأساس هي لا تستطيع أن هذه الحكومة أن تجرد الميليشيات من قوتها حتى إن أرادت، وأقول حتى إن أرادت لأن البعض يعتقد أنه لا، بالعكس الميليشيات صالحة، الميليشيات تحمي، الميليشيات تستطيع أن تصد أطراف معينة ربما تطمع بهذه السلطة. على هذا الأساس الميليشيات باقية، لكن موضوع الدولة العميقة كما أشرت إن شئنا القول هي بالتأكيد أوسع من قصة الميليشيات. الدولة العميقة ربما يعني هناك أطراف حقيقية موجودة الآن، يعني الفساد الإداري في العراق أنتج قوى جديدة في العراق حقيقة لم تكن موجودة من قبل طوال تاريخ الدولة العراقية، ليست هي بالبرجوازية الوطنية اللي ممكن تبني، وليست هي الطبقة الارستقراطية الناتجة عن الانفتاح الاقتصادي مثلا، هي بالحقيقة طبقة نفعية ظهرت في فترة الفساد، اعتاشت على أموال الدولة ومن خلال النهب المال العام، وهذه الطبقة أصبحت مرترابطة بشكل مباشر وعضوي مع الطبقة السياسية، الطبقتين متخادمتان مع بعض بشكل مباشر، لم يكن هما متداخلتان في الحقيقة. الأحزاب السياسية لا يمكن أن تعيش إلا من خلال هذا الفساد حتى تغذي نفسها وميليشياتها، خصوصا بعد حصار إيران وعدم وجود موارد لإيران لتغذيتها، فأصبحت تغذي نفسها. نعم. وأيضا هؤلاء الأثرياء يستفيدون من الدعم السياسي والدعم الميليشياوي من أجل تنمية الموارد، وبالتالي هما هناك تخادم مباشر بين المال والفساد والسياسة لتمرير هذه الأمور، وكل هذا يؤدي بطبيعة الحال إلى تكوين هيكل سياسي، لا أقول فقط دولة ولكن هيكل سياسي تتداخل فيه الدولة ما يسمى بين هلالين، الدولة العميقة والدولة الظاهرة. نعم. بشكل وثيق بحيث لا نستطيع الفصل بينهما. وأنت سميت دولة الميليشيات، هي بالحقيقة صحيح، ولكن هي خلينا نقول العبارة الأكبر هي دولة المافيات، والمافيا تجمع ما بين السياسي والعسكري وليس فقط الميليشياوي، السياسي والعسكري. هناك أمراء حرب في العراق. نعم. أمراء حرب على طريقة المافيات، هؤلاء يتصارعون بينهم أو يتنافسون على الموارد، ليس فقط النفوذ السياسي ولكن على الموارد الاقتصادية، ويتنافسون على الحضور والنفوذ وأيضا التخادم الخارجي، من يقترب من أمريكا ومن يقترب من إيران أكثر ويحصل على الدعم الأكثر. وعلى هذا الأساس تجري سياقات الدولة العراقية الحالية، وعلى هذا الأساس أيضا نقول للعملية السياسية لا يمكن
تؤدي إلى بناء دولة حقيقية. نعم. لأنها تقوم بوفق منهج المافيات وليس وفق منهج الدولة. أشكرك. نعم. واضح دكتور لقاء مكي، شكرا جزيلا. شكرا دكتور لقاء. دكتور رافع، أوصلنا الدكتور لقاء إلى قضية الدعم السياسي والقانوني، دعم في الداخل وفي الخارج. يعني هذه الدولة العميقة إذا ما أريد لها أن يتصدى لها، أن تكافح، هناك دعوات كما ذكرت قبل قليل لمقتضى الصدر، ضرورة تصدي للدولة العميقة. إذا كانت هذه الدولة بكل هذه الإمكانيات خاصة العسكرية وتحظى بالدعم السياسي وحتى القانوني داخل الدولة وأيضا من قوى إقليمية إيران، كيف يمكن ستحجم هذه الدولة وتكافح لتكون في العراق هناك دولة واحدة في الظاهر والعنان هي الدولة التقليدية الكلاسيكية المعروفة؟ في قضية العراق احنا قضية خاصة حقيقة أستاذ ماجد. نعم. نتحدث عن قضية شاذة، يعني عندما تحدث عن أي دولة وتحدث بها دولة ظاهرة ودولة باطنة ودولة عميقة ودولة موجودة، لكن في قضية العراق قضية شاذة، هذا البناء شاذ غير طبيعي. يعني دعني فقط أقول عندما تحدث أي أزمة، خليني أسأل قبل نعم. ما تمضي بحديثك، هذه الدعوات أو التحذير من الدولة العميقة، هل تعتقد أنها دعوات صادقة أم أنها أيضا للاستهلاك المحلي من أطراف في العملية السياسية؟ أبدا هي الاستهلاك المحلي أبدا، لأنه هؤلاء الأطراف الذين يدعون للتخلص من الدولة العميقة هم جزء من هذه نعم. من ما يسمونه الدولة العميقة هم نعم. بمفهومهم نعم. ولا وجود للدولة العميقة نعم. لكنهم جزء من هذا الغاطس، دولة الميليشيات، من هذا الغاطس نعم. في دعني أقول أنه أي أزمة تحدث في العراق من عام 2003 لحد الآن من أين تأتي الحلول؟ هل الحلول تأتي من الداخل العراقي؟ أبداً. كل الأزمات التي حصلت في العراق الحلول ينتظرون أن تأتي من الخارج، أما أن يأتي المبعوث الأمريكي والسفير الأمريكي في قضية سياسية اقتصادية اجتماعية يعطي حلوله، أو يأتي مبعوثاً إيرانياً أو سفير إيراني أو الحكومة الإيرانية تبعث الحلول. الحلول دائما تأتي من الخارج وتحمل لساعي بريد، أحيانا إيران تحملها إلى ساعي بريد، وهذا ساعي البريد هي الميليشيات، هي القوى، هاي الأذرع السياسية والاقتصادية والأحزاب ومؤسسات دينية كلها مرتبطة بهذا، هذا ساعي البريد الذي يوصل هذه الحلول. ودائما ما في العراق هذا ساعي البريد اللي بهذا الشكل بهذه المكونات مطلوب من عنده أن ينفذ أشياء كثيرة، ربما يقتل، ربما يهجر، ربما يستولي، ربما كل هذه الأمور، ربما يقطع طرق، ربما يحرق مدن مثل ما حصل في العراق، هذه هي جزء من هذه المهمات. فبالتالي نحن أمام وضعية شاذة متحكم بها الخارج وفيها أدوات عندما تريد أن تقضي على هذه وتقيم دولة حقيقية في العراق يجب أن تقطع هذه الروافد أولا وتزيل كل هذا الإطار وتبني إطارا جديدا. لا يمكن أن تزيل هذه الميليشيات وتبقي من على السطح من هم يتحدثون بلغة منمقة هناك في كل بناء. مهمة شاقة دكتور، هذه مهمة شاقة لكن هذه مهمة الشعوب، هذه يعني هذا قدر العراق في كل بناء، وهذا ما حصل في العراق من عام 2003 لحد الآن. هناك وجوه يراد لها أن تكون ملمعة ووجوه قبيحة يحتاجون إلى الوجوه القبيحة ويتاجرون بها ويظهرونها في الإعلام، عندما يظهرون أبو مهدي المهندس، يظهرون العامري، يظهرون كثيرين يظهرونهم، هذه الوجوه مطلوبة أن تظهر لكي تخيف لكي ترعب لكي وأشكال كثيرة. هذه جزء حتى هذه الجرائم التي كانوا يبثونها، يقتلون بطريقة وحشية ويعذبون بطريقة وحشية وهم من يبعثون للإعلام هذه هم يريدون أن يخيفوا الشعب، يريدون أن يقولوا أن هذا الإطار لا يمكن المساس به، نحن نعامل الناس الذين يمسون بهذا الإطار بهذه الطريقة ونحن يعني لدينا القدرة ولدينا الدعم أن نفعل هذا. هذا الجزء الغاطس هذه مهماته لكي يبقى هذا الجزء الملمع اللي الآن يتحدثون عن لدينا حصص، هل قد حصتنا، هذا جزء من للتسويق الخارجي. أبداً هو هذا الجزء الخارجي. نعم. دكتور عبد الحميد، الدولة العميقة ودولة الميليشيات بالإجماع أنها مرتبطة بالخارج وخاصة إيران، على اعتبار أنه هذه الدولة الجسم الأعظم منها
هو الميليشيات وفرق الموت الخاصة وعصابات الجريمة المنظمة. إيران كيف استطاعت أن توظف هذه الدولة، الدولة العميقة أو دولة الميليشيات، للتأثير في المشهد العراقي أو لتحقيق أجنداتها في الداخل العراقي سياسياً أمنياً عسكرياً؟ يعني إيران منذ البداية قبل الاحتلال هي متفقة ومتخادمة مع المشروع الأمريكي، وإيران بذكائها هنا دهاء، ومعروف الدهاء الفارسي، استخدمت هذا الدهاء لتمرير مشروعها، أنها مدت علاقاتها مع الجميع، مع الأذرع العسكرية الميليشياوية، مع المافيات، مع المجرمين، مع السياسيين، مع التجار، مع الإرهابيين، نعم. بل مدت يعني العلاقات حتى مع خصومها طائفيين طائفياً. هذه يعني فاستطاعت بواسطة هذه أنها تسير الجميع من خلال قضية المصالح المتبادلة. هؤلاء أصبحوا مجرد أدوات بيد هذا المشروع، تمدهم أو تسمح لهم بأنه يأخذوا وينتفعوا من هذا المشروع بقدر ما يجنونه من السحت الحرامي. أشكر. لبقائهم في هذه السلطة، في هذا المناصب، والمجني عليه والمتضرر الوحيد هو الشعب العراقي، والذي عليه الدور الأكبر والعبء الأكبر في التغيير هذا الواقع وعدم الخضوع له، لأن هذا ما تقصده جميع هذه الأذرع السياسية وعسكرية، تريد أن تخوف الشعب العراقي وتخوفه من المجهول والفوضى وغير ذلك. أشكرك. لكن الحقيقة أن القادمة سيستطيع الشعب العراقي أن يصنعه للأفضل. شكرا دكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين. شكرا للدكتور لقاء مكي، الكاتب والباحث السياسي، كان معنا من الدوحة عبر الهاتف في هذه الحلقة التي بحثت في حقيقة الدولة العميقة في العراق ودولة الميليشيات وفرق الموت. نتوقف قليلا ثم نعود مع دكتور رافع ليرفدنا بخلاصة النقاش، نقاش هذه الحلقة. ابقوا معنا. يبدو دكتور أن الدولة العميقة أو دولة الميليشيات هي أداة باطشة بيد العملية السياسية. العملية السياسية الآن تراهن على هذه الأدوات الباطشة، الأدوات القمعية، لاستمرارها وديمومتها، لأنه ليس هناك من أي سند للعملية السياسية، لا شعبيا ولا تاريخيا ولا شرعيا، وبالتالي الدولة العميقة أو دولة الميليشيات هي المعول أو الخنجر النهائي بيد العملية السياسية، لن نعم. تتورع عن استخدامه في أي ظرف. نعم أستاذ ماجد، من البداية وهذا ما توصلنا إليه يعني في حديثنا بهذه الطاولة، من البداية هم قسموا الواجبات، يعني من هو ملمع ويظهر على ربما طبعا هذا الجزء الملمع والظاهر على السطح ربما يتحول هو إلى الخلف، وتأتي وجوه أخرى من الغاطس لتكون على الواجبات في عملية تبادل أدوار. أدوار نعم. نعم. نعم هم هكذا قسموا الأدوار، هذه هذا الجزء الغاطس هو من يوفر الحماية، يوفر، وهذا الجزء الظاهر هو من يوفر للجزء الغاطس الأموال، يوفر له الدعم السياسي القانوني، السياسي القانوني نعم. كل هذا ما عندما يأتون بما يسمى بالحشد الشعبي وهي ميليشيات ويعرفون أنها ميليشيات ويدعمونها بهذا الطريق ويخرجون لها قانون، هذه مهمة الظاهر، هذا السطح الظاهر لكي يحمي هذه، لكي تحميه أيضا نعم. بالمقابل نعم. وكل هذه الأجهزة بما فيها مؤسسات دينية، مؤسسات عسكرية وأمنية واقتصادية ومالية وإعلامية أيضا، كل هذه الميليشيا مسخرة لخدمة نعم. هذا المشروع وتخادم بالكامل عنه، وكلها مرتبطة نعم. بأجندات خارجية ترعى كل هذا، تصنعه ربما تتدخل مثل ما قال أخي الدكتور عبد الحميد، يعني هي لديها تدخل وتبني علاقات مع كلها، وربما تصنع هذه الأطراف،
تصنع أطراف لكي أشكرك. مثل ما صنعت الميليشيات وغيرها. فبهذا الشكل أنت تريد أن تزيل هذا، يجب أن تزيل هذا الإطار الذي تستطيع هذه الدول الخارجية العنصر الخارجي أن يتحكم به وأن يفعله لمصلحته. شكرا دكتور، نلتقي إن شاء الله. أشكرك.